السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المصريين إخواتنا وأصحابنا، أبهاتنا وأمهاتنا، أصدقائنا، جيراننا، أي حد، السلام عليكم. بيقول لك سمعوا صوت الحيتان في ليبيا وعلى السواحل المصرية، وشوية سمعوهم في السعودية. الواحد والله مش عارف، الأخبار بتتاخد من السوشيال ميديا. في ناس طلعت قالت دي أصوات مركبة، وفي ناس طلعت قالت ده تركيب أصوات على فيديوهات، وفي ناس طلعت أكدت. إحنا عايزين يبقى في بيانات رسمية. أمال إحنا عندنا وزارات ليه؟ وعندنا مؤسسات ليه؟ ليه ما نبعتش بعثة علمية تنزل في وسط المية وتشوف الأصوات دي إيه؟ ما هو الناس عايزة تطمن. لكن النهاردة واحد صور فيديو وهو واقف على البحر، إلحق صوت الحوت، الناس تترعب. طب هو الحوت هيطلع من المية ياكل الناس مثلا؟ دي ظواهر بيئية، دي ظواهر بيئية، دي بيئة. كان في زمان الديناصور وعمالقة الحيوانات. لكن اللي احنا عايزين نقوله ايه، ولازم يبقى فيه انضباط، السوشيال ميديا دي انا بسميها بلد الهرجلة. اللي عايز يعمل حاجة يعملها، اللي عايز يصور نفسه هو من غير هدوم بيصور نفسه، اللي عايز يطلع يقول اي افشخانات بيطلع يقول ويضحك على الناس. قليل قوي اللي تلاقي صادق وبيتقي ربنا في الناس. المهم ان احنا سمعنا ان في حاجه اسمها الحيتان. انا سمعت بيان الدكتوره ياسمين فؤاد وزيره البيئه. طبعا هو بيان انا يعني شايفه بيان لم يعطي للمصريين او لم يعطينا الاريحيه أو لم يبين لنا حقيقة الأمر. فالسيدة المحترمة وزيرة البيئة، إحنا طبعا بنشكرها إن هي طلعت وقالت في بيان إن في بعض الأصوات مركبة، وإن الحيتان دي توازن بيئة، وربما تأتي الحيتان من المحيطات إلى البحر المتوسط. ماشي، كل ده كلام جميل. طب يا سيدتي، سيدتي الوزيرة، ليه ما نعملش نريح الناس شوية؟ على السوشيال ميديا النهاردة موضوع صوت الفيديو، لو معانا الأستاذ محمد ينزله لنا كده، واخد بال حضرتك؟ يعني فيديو غريب شويه، يعني مرعب، اصوات غريبه. طب ربما تكون حقيقيه، ربما نسمع الفيديو كده مع بعض. أصوات أنا نفسي اترعبت. أي حد يسمعها يترعب. ربما تكون أصوات مركبة، ربما. أنا ما أقدرش أقول مركبة أو مش مركبة، ولا أنت ولا السوشيال ميديا. مين اللي يقول؟ عندنا وزيرة بيئة، أو عندنا وزارة بيئة، عندنا علماء للبيئة، من أفضل علماء العالم في البيئة المصريين. ليه ما يروحوش يعملوا بعثة كده وياخدوا بعضهم ويروحوا ويتعبوا شويه؟ معلش يركبوا القطر على حسابنا، يعني يركبوا القطر على حسابنا ويروحوا السواحل الشماليه وينزلوا الميه دي ويشوفوا، يطمنوا الناس، يطلعوا بيان. موضوع بسيط جدا، وهيريحوا الناس، وهيريحوا السوشيال ميديا اللي هي واكله دماغنا، وهيريحونا شويه ويطلعوا بيان محترم رسمي. البيانات ما بتطلعش على الهوا كده وخلاص. احنا ما بنطلعش نريح الناس وخلاص، لازم نبقى ناس اصحاب دراسات، اصحاب فكر. لما نيجي نقول حاجه نقولها بانضباط، ده ما يعيبش حد ولا يقلل من حد.
النهارده لما انت بتطلع بيان رسمي سيدتي الفاضله وسيدي الفاضل، انت لما بتطلع بيان رسمي بتريح الناس، الناس بتطمئن، الناس بتفهم، الناس بتستريح. دايما البيانات الرسميه، ولذلك بقول لمصر بلدنا حبيبتنا، وباكد وعيد الكلام 50 مرة، لازم يا بلادي ويا اسيادنا ويا اللي ماسكين الدوله ويا اللي فوق دماغنا، عاوزين بيانات رسميه تريحوا بها الناس. هتخسروا حاجه لما تطلعوا بيانات رسميه؟ الناس هتستريح وتطمئن، والسوشيال ميديا دي هيقف حالها. ليه؟ في بيان رسمي طلع مريح هيبين للناس. خلاص سمعنا اصوات الحيتان. وعلى فكره موضوع الحيتان دون واصواتها، في ناس بتقول لك بقى الجديد اللي انا سمعته قبل ما اجي البرنامج، ان دي ممكن ما تكونش اصوات حيتان اصلا، دي ممكن تكون اصوات من السماء. ايه ده الجديد بقى والله؟ ها؟ ممكن تكون اصوات من السماء. سبحان الله، هو كون خلقه ربنا سبحانه وتعالى يدبره كيف يشاء. في اصوات او في وفي كائنات وفي حاجات احنا ما نعرفش عنها حاجه، ما هو احنا مش علماء كون. واخد بال حضرتك؟ فلازم تطلع بيانات رسميه من اصحاب المهن الرسميه في هذا الامر، علماء البيئه، يروحوا يشوفوا المواضيع دي ويطلعوا بيان للناس ويريحوهم. خلاص خلصنا من موضوع الحوت. طيب نيجي بقى لموضوعنا التاني النهارده. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك في مشروع، يا ريت الاستاذ محمد يتواصل مع المستشار وائل نجم كده، موضوع السايس. انا والله يعني طبعا ربنا يزيد الناس كلها، الناس اللي معاهم عربيات وماشيين في الطرق، تقابل واحد كده على الرصيف اول ما تيجي تركن، باشا اتفضل يا باشا، يمين يمين شويه يمين شويه، تعالى بقى حضن عليا حضن عليا، يحضن عليه، حاسبني بقى قبل ما تمشي. يعني ايه حاسبني قبل ما تمشي؟ يا ابني اللي بيحاسب العباد ربنا، يا حبيبي اللي بيحاسب العباد ربنا. تلاقيه واقف لك، والله العظيم واقف واقفه يعني هتركن العربيه هكسرها لك يا اما تدفع لي. واخد بال حضرتك معايا في الموضوع؟ الموضوع ده بقى من زمان ومنتشر قوي قوي قوي. اي رصيف في مصر النهارده تلاقي واحد واقف لك عليه، باشا حضن شمال بس شويه كده، اقفل المرايه دي، اركن لي بقى على جنب كده، تمام، طب ركننا، تيجي تنزل من العربيه؟ واخد بال حضرتك يروح قايل لك ايه؟ باشا حاسبني قبل ما تمشي. احاسبك عليه يا حبيبي؟ انت اشتريت الارض، اشتريت الطريق، طيب انت قول لي مثلا ايه يعني انا هقبلها منك، مثلا هتقول لي راضيني، هرضيك. لكن ده تلاقيه بقى ايه يقول لك مثلا 20 جنيه. معلش يا باشا معلش، انا عايز 20 جنيه قبل ما تمشي وتتحرك. طب ليه يا ابني بتفرض عليا ده؟ مين اللي فرض علينا ده؟ ولا في قانون بيبين الموضوع، ولا في قانون بيشرح الموضوع، ولا بيقنن عمل هذا الرجل، وتلاقي العمليه فيها اشتباكات. ده حتى السنه اللي فاتت حسب يعني ما انا افتكر، يعني كان في مستشفى اسمها الموظفين في امبابه، دكتور جاي يركن قدام المستشفى بتاعه الموظفين، هو دكتور في المستشفى، انت واخد بال حضرتك؟ والسايس قال له ايه ما تركنش هنا، اصل الحته دي بتاعتي. تخيل ايه اللي يحصل؟ جريمه قتل. السايس قتل الدكتور اللي جاي يركن قدام المستشفى اللي هو بيشتغل فيها علشان ما ادالوش اجره الركنه. مهزله. طب ده لازم يتحارب. احنا تواصلنا مع مستشار وائل نجم ولا لسه؟ تمام. مهزله. احنا دلوقتي النهارده واحد واقف لك، طب يا سيدي ماشي، انت هتيجي هتقف جنب العربيه مفيش مشاكل، خد ما يكفيك حاجه بسيطه، ما تجبرش حد. انت واقف بشكل غير قانوني. وحسب معلوماتي برضو ان وزاره الداخليه مشكوره عملت خط ساخن وقالت الشكاوى، ماشي، الشكاوى دلوقتي بقت بالالاف كل يوم بسبب مشكله مع سايس واقف بدون اي صفه رسميه. اصل هو بيحاسب على، اصل يقول لك اصل انا بحاسب مش عارف مين اخر، تحاسب مين؟ ولا مع رخصه
ولا المحافظة رخصت له ولا أي تقنين ولا في قانون بيراعي هذه المسألة. طب النهاردة الموضوع ده مشكلة كبيرة بنعاني منها في مصر، دي مشكلة حقيقية، تلاقي اصطدامات ومشاكل وما تركنش هنا، اصل دي ركنة مش عارف مين واصل دي ركنة مين، وتلاقي ايه قضايا بتحدث ومشاكل وجرائم بتحدث بسبب واحد واقف بدون صفة قانونية وبدون قانون وبدون تقنين وبدون صفة رسمية، ويقول لك حاسبني قبل ما تسيب العربية. طب خليني مش هحاسبك يا عم، خليني معيش فلوس، مركنش في الشارع بتاع اللي الدولة سايباه، ولا هو حتى لو الدولة منع الوقوف هنا انت واقف ليه؟ طالما الدولة منع ان انت تقف هنا انت تقف ليه؟ توقف العربات ليه؟ موضوع غريب وموضوع بيسبب مشاكل وبيسبب أرق وبيسبب جرائم. حسب معلوماتي أن هناك قانون مقدم من أحد النواب المحترمين، وكل نوابنا إن شاء الله يكونوا محترمين ويكونوا أفاضل وإن شاء الله ينفعوا بلدنا. طبعا في منهم المقصر كتير ما نقدرش نتكلم على أسماء، لكن احنا بنقول إيه يعني ربنا ييسر لنا أمورنا ويساعدنا في بلدنا، واخد بال حضرتك. في قانون مقدم، مشروع قانون مقدم بتقنين موضوع السايس ده. طب أنا بطالب مجلس النواب الموقر أن يسرع في هذا القانون حتى ينتفع منه المصريين، حتى لو هيبقى فيه عمل ويبقى فيه أجرة مثلا محددة لأماكن محددة بشكل معين بشكل قانوني، يبقى نفعنا بلدنا ووقفنا الأمور إيه في قانون، في نصاب القانون وفي نصاب الأمور المحترمة، هو ده اللي هينفع البلد. طيب لحين ما نتواصل مع الأستاذ وائل نجم نخش بقى على موضوعنا التاني، موضوع بقى مهم جدا منتشر في السوشيال ميديا، موضوع الكلاب. النهاردة على السوشيال ميديا كل، طب المستشار وائل نجم معانا؟ ألو يا سعادة المستشار. ألو أيوة يا فندم، مين معايا؟ سعادة المستشار. أيوة يا فندم معاك وائل أبو شوشة يا سيادة المستشار. وائل بيه ازي سعادتك؟ أنت حضرتك معانا الهوا، عاوزينك بس تكلمنا على مشروع القانون بتاع السايس. أنتوا على الهوا دلوقتي؟ يا فندم. ماشي لا مؤاخذة وائل بيه. لا مع حضرتك، اتفضل يا فندم. اولا ده مشروع السايس دوت، ده مشروع متقدم من عدد من 10 اعضاء مجلس النواب، تمام، كانوا بينصوا فيه او بيتكلموا فيه طبعا البلطجه اللي معموله من السياسة اللي موجودين، وكانوا بيتكلموا على ان احنا لازم ننفذ قرار خاص او يلزم الجميع بان هو يلزم الجميع ان هو يتعامل بلغه معينه او بقانون، وان ما بقاش في حد يبقى قاعد كده تبقى سايبه. الو ايوه مع سعادتك، اتفضل يا فندم. فاقترحوا العدد ده، اقترح ان يبقى في اجراء معين يتم من خلاله، لان طبعا خلي بالك ان ده حاجه بتضر بالاقتصاد، وده اقتصاد ميت مش موجود، تمام، وغير ظاهر. ده دلوقتي ده في قضايا وفي بلطجه بتحدث بسبب الموضوع ده. طبعا يا فندم في بلطجه كتير بتحصل وفي اجراءات، ده حسب معلوماتي سعادتك ان في قضايا قتل حدثت بسبب موضوع السايس ده كتير. طبعا الله ينور على سعادتك يا فندم، حضرتك متابع للجو العام ده في مصر، فالحكومه كانت حريصه ان تنفذ هذا المشروع، المشروع ده متداول داخل مجلس النواب. طب يا سياده المستشار، هي حريصه ده المشروع ده بقاله كتير متقدم ومحدش وافق عليه لغايه دلوقتي؟ شهر 4 يا فندم فعلا متقدم ومحدش كان اتكلم عليه، ولكن دخل اخذ دوره الطبيعي. طبعا سعادتك اضرب القانون طبعا معانا، ربنا يبارك لك، انه دخل اخذ دوره او الطوارئ التشريعي بتاعه، فبداوا يناقشوا المشروع دوت، بيتناقش بقى له اسبوع حاليا في مجلس النواب، ويعتبر شبه انتهى، وانتهوا الى ان لازم يكون السايس في يونيفورم معين، في رخصه معينه، في اجراء، يبقى حاجه تشغل الشباب اللي موجوده، يبقى عندنا ناس التفريغ يبقى عن طريق الوحده المحليه لكل مكان، يبقى في نعمل عمليه تفريغ للشوارع اللي موجوده، يبقى في انت سايب عربيتك في امان، ويبقى معروف الفيزيتا اللي بتدفع قد ايه، انت النهارده بتيجي تدفع 20 جنيه يقول لك لا شويه تدفع مش عارف ايه، وبالبلطجه وما كانش كده بيبقى في اجراءات مش حلوه. انا حسب معلوماتي ان حضرتك بتتواصل مع المجلس الموقر، ممكن المشروع ده يصدر خلال قد ايه يا سياده المستشار؟ ان شاء الله خلال الطور التشريعي اللي احنا موجودين فيه دوت هيصدر فيه باذن الله. يعني ما فيش موعد محدد؟ لا ما هو انت عارف ان دي حاجه بتتناقش، بس انا يعني عندي خلفيه ان هو تم اقراره خلاص، وهيبتدي بقى يتصدى عليه من السيد الرئيس،
وياخد الاجراءات الطبيعيه بتاعته عشان ينشر في الجريده الرسميه. طب ده هيساعد فعلا الى تحجيم الجريمه في الشارع وانضباط الشارع؟ طبعا انا اعتقد ان ده هيقلل، هو الجريمه لن تختفي كما الفساد لن يختفي، فالجريمه هتقل. تمام. لما الفساد مثلا لما يتم حربته بيقل، فده نوع برضه من الاجراءات اللي موجوده او المطلوبه في الدوله. هنشغل الشباب النهارده بقى، والسياد دول رجال اعمال دلوقتي بقى ناس كبيره بسم الله ما شاء الله، ده اقتصاد خفي لابد ان يمر، ما ينفعش ان احنا نعدي بيه بالشكل ده، لازم ان الدوله تاخد خلفيه باللي بيحصل واللي بيتم، والفلوس دي تخش جيب الدوله تخش جيب الشباب. الشباب ما هو سياده المستشار يقول لك حاسبني، بيقول لك حاسبني قبل ما تمشي. طبعا ما هو مش هيبقى فيه كده، هنبقى احنا اوريدي هتحاسبوا، اوكي نحاسبوا قبل ما يمشوا، بقى في تكت كده موجود ومعروف الدوله دخل كده ايه مشغله عدد من الناس اللي هي العاطلين او الشباب اللي هو مش لاقي شغل ينزل يشتغل، يبقى في مبلغ، يبقى في ورديات صباحي ومسائي، يبقى في شغل، يبقى في تنظيم. ده حاجه هتعود على البلد بالنفع وعلى شبابنا ان شاء الله باذن الله. احنا سعداء بتشريفك لنا في الاتصال معانا في البرنامج، وسعداء ومتشكرين جدا يا وائل بيه. اتمنى لك التوفيق في برنامجك الجميل اللي الناس بتتابعه. متشكرين يا وائل بيه. متشكرين وائل بيه نجم. كان معانا الاستاذ وائل نجم المحامي بالنقد وسكرتير عام الامم المتحده. اي حاجه بتتقنن بتريح الناس. دايما القانون، سياده القانون دايما بتريح. لما يبقى في قانون بينضبط بيه نشغل، زي ما قال استاذ وائل سياده المستشار بيقول ايه؟ هنشغل الشباب. بيقول ده اقتصاد خفي، في ناس بتعمل فلوس من الموضوع ده جبرا. ما هو ده دلوقتي انت هتركن عربيتك يا حبيبي ادفع 20 جنيه. ركنتها 5 دقائق، ركنتها 10 دقائق، ركنتها ساعه، واخد بالك؟ هو ايه؟ تدفع تعدي. مفيش مشاكل. طيب احنا طبعا سعداء ان في مشروع قانون بهذا الامر، وان شاء الله ربنا يكرمنا سبحانه وتعالى ووفقنا، ونشوف بلدنا دايما سياده القانون فيها اهم حاجه. سياده القانون بتريح. معانا موضوع بقى ايه؟ الكلاب. طبعا الموضوع ده انتشر في السوشيال ميديا النهارده. اي حد يطلع متصور مع كلب الناس تطلع تتهكم عليه، يقول لك اصل الكلاب حرام، الكلاب حلال، وناس تقول لك اصل الكلاب دي حيوانات اليفه، وفي ناس تقول لك اصل امريكا منعت تصدير الكلاب الى مصر. ده دي اخر الاخبار بقى، علشان مصر بتعامل الكلاب بعنف. وفي فيديوهات شهيره طبعا شفناها على السوشيال ميديا وشفناها في الميديا، بتبين ان في بعض الناس بيتعاملوا مع الحيوانات بطريقه غير ادميه وغير محترمه وغير انسانيه. اللي بيولع في كلب والعياذ بالله، واللي بيأذي كلب ما هو حيوان، واللي بيقتل كلب بالنار. طب ليه تتعامل بهذه الطريقه؟ ده حيوان ضعيف، واخد بال حضرتك؟ في ناس بتتعامل مع الكلاب من وفائها، يقول لك ده وفي، يقول لك ده الكلب ده من اوفى الحيوانات، من اوفى الحيوانات، ده اوفى من الانسان، وفي للانسان اكتر من ايه؟ يعني الكلب وفي للانسان اكتر من الانسان. اقول انسان. احنا معانا الشيخ عادل سالم، عادل سلمان. الو عادل سلمان. الو مولانا، ازاي حضرتك؟ الله يكرمك والدي، ازاي حضرتك؟ منور الدنيا يا فندم. الله يكرمك يا باشا. هنستسمحك كده في عجاله يعني، وانتوا بتوع الشريعه وبتوع الخير لبلدنا، عاوزين يعني ايه نضبط العمليه دي كده، نقول للناس حلال ولا حرام، تربيه الكلاب حلال ولا حرام، الكلاب نجسه ولا مش نجسه، الكلاب دي فيها ضرر ولا ما فيهاش ضرر، نتعامل كده، نبين للناس كده الاحكام عشان نريح الناس شويه. نعم، الله يرضى عليك ويبارك فيك. نسمع من حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. والكلب نجس، وفي الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. وفي الوقت نفسه أنه هو حيوان وله روح، ودخل بسببه الجنة رجل سقاه فغفر الله له. أهو. وفي رواية أنها امرأة. طب أنت حضرتك أنا هقطعك سنت يعني نقطة وهتكمل حضرتك. أنت قلت الكلاب نجسة. نعم.
طب ما هو في انا انت طبعا عارف حضرتك ان انا يعني دراستي شريعه والدكتوراه بتاعتي شريعه. طبعا انا اعرف ان المساله خلافيه. ايوه هي مساله خلافيه. طب انا استسمحك نوضح للناس المساله الخلافيه دي. المساله الخلافيه ان يعني بدنه طاهر لكن لعابه نجس. تمام. المالكية. أيوة. دي نقطة فاصلة. المالكية قالوا أنه طاهر. الحنابلة والشافعية قالوا أن الكلب نجس. ولكن لا حرج فيما ذهب إليه المالكية من طهارة الكلب. وأهم شيء لعابه ألا يمس الإناء اللي احنا بناكل فيه. وألا يمس برضو الملابس اللي احنا لابسينها. تمام تمام. وبعدين هو يعني واجب ان ما يدخلش في المكان، يعني حتى لو دخل البيت، لو الكلب دخل البيت، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى، النبي صلى الله عليه وسلم قال من امسك كلبا فانه ينقص كل يوم من عمله قيراط الا كلب حرث او ماشية. وطبعا كلب الحراسه، كلب الحراسه مسموح ايضا انه يدخل البيت، لكن ما خليش يمشي في البيت كله، يبقى في اماكن انا مخصصها بقى للصلاه. طالما عندي كلب يبقى في غرفه معينه دي اصلي فيها، ما خليش الكلب عزك الله يدخل ويبقى فيها. يعني اقتناء الكلب لا يصح الا في حالات. تمام. ان يكون كلب حراسه. حراسه. وكلب الحراسه يبقى برضه على باب البيت، مش هدخله غرفه النوم ولا اركبه العربيه واقعده جنبي. تمام. ولا الاطفال تلعب بيه. تمام. يعني كلب الصيد اباحه في الشارع. الكلاب اللي بتستخدمها الاجهزه الامنيه كالكشف عن المخدرات دي بتفيد المجتمع. دي فائده، لها فائده للمجتمع. تمام. فيما عدا ذلك لا يصح ان يقتنى الكلب داخل المنزل. كلام جميل قوي. تقتني الكلب بقى لغير حاجه، يعني الزينه والتفاخر والتسليه، إزعاج الجيران، ترويع الأمينين، محاربة الناس، هذا كله غير جائز. ريحت قلبي يا مولانا. حبيبي يا أستاذ وائل. طب هو دلوقتي في نقطة معرفش حضرتك هتتكلم فيها برضو ولا لسه، التجارة في الكلاب حلال أم حرام؟ عشان أنا حسب معلوماتي إن في حديث بينهى عن التجارة في الكلاب. هو في نعم في حديث ما شاء الله، يعني أنت حضرتك أهل علم برضو وحضرتك في الشريعة. لكن التجارة يعني بيع الكلاب، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. إلا كلب صيد، الكلب اللي بيصطاد بيه ويدخل معاه الحراسة. تمام. يعني احنا كده التجارة في الكلاب لو كانت للصيد حلال. يقول ابن قدامة في المغني بقى، ابن قدامة في كتابه المغني بيقول لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل أي كلب كان. ده قول ابن قدامة. يبقى في مسألة خلافية. خلافية. وفيها الإمام أبو حنيفة بيقول يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة، اللي هي بقى كلب حراسة، كلب حرث، الكلاب اللي هي مع الجهات الأمنية للكشف عن المخدرات وغير ذلك. احنا سعداء شرفتنا في برنامج ضد الفوضى يا مولانا. الله يكرمك. ان شاء الله نلتقي بحضرتك ونسمع صوتك ونشوفك في برنامجنا قريب. واسعدتنا وشفت صدورنا شويه، يعني عظيم الشرف لنا. شاكرين. شاكرين يا مولانا. شاكرين. شاكرين حضرتك. اتفضل يا فندم. مولانا الشيخ عادل سلمان لخص لنا الموضوع اهو في 3 4 دقائق وخلصت القصه. طب ليه احنا بقى بنقضيها على السوشيال ميديا، نقعد نتهكم على بعض؟ النهارده الشيخ مش عارف مين طلع متصور مع كلب، نتهكم عليه وننزل صورته ونشتمه ونقل في ادبنا ومش عارف حلال وحرام، وده يجيب راي من الشرق وده يجيب راي من الغرب. معانا مداخله. الو، طيب فقدنا الاتصال. طيب المهم الموضوع مش سوشيال ميديا واراء مختلفه واراء متعدده، الموضوع بيانات رسميه. دايما الحاجه الرسميه بتريح. نطلع في بيان رسمي كده، دار الافتاء المصريه
عندنا دار إفتاء عظيمة، عندنا أزهر شريف، العالم كله بيحسدنا على الأزهر، فمش عايزين نتهكم ونطلع آراء ونختلف ونبص لبعض بازدراء. حتى في بيان لسيادة الرئيس لسه طالع النهاردة، يعني شوف الكلام الجميل لما يطلع من الناس الموقرة أهلنا. سيادة الرئيس مطلع بيان ضد التنمر، بيان رسمي من سيادة الرئيس ضد التنمر. هو ايه التنمر ده؟ طب ناخد محمد من القاهرة. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يا فندم، انا دلوقتي ظروف اصلا صعب اصلا، وكنت عامل معاش الاجتماع ده كفالة وكرامة، والمعاش ده دلوقتي انا اخدت المدام ورحت، انا من تال برود تبع البحيرة. تمام. عامل رحت مكتوب على الكمبيوتر مبروك الفيزا، لك فيزا يا ستي، بس الفيزا دي في القاهرة. طب انا مش عارف، انا مقدم من اول واحد مقدم، مفيش حاجة جات لي خالص. طيب. وانا راجل شغال على دراعي. في خط ساخن عاملاه وزارة التضامن الاجتماعي. ماشي. واخد بال حضرتك؟ ممكن تتواصل فيه، ده مهم جدا، لازم نبقى عارفين كده. في خط ساخن لوزارة التضامن الاجتماعي، وفي خط ساخن عامله الدكتور مصطفى مدبولي في رئاسة الوزراء. الخط الساخن بتاع مجلس الوزراء ده لازم نعرف ان هو بيتلقى جميع الشكاوى من على مستوى الجمهورية. ماشي يا فندم. واحنا برضو هنساعدك وهنتواصل معاك باذن الله، وهنوصل صوتك للمسؤولين باذن الله سبحانه وتعالى، لان دي ده هدفنا ودي رسالتنا، ومش هنوقف هنساعدك. لكن اللي انا عايز اقوله، في خطوط سخنه لازم نتواصل فيها يا جماعه، عندنا خطوط سخنه وبتتلقى مننا الشكاوى وبتحل لنا. يعني مش دايما نقول الدوله مقصره، في تقصير في بعض الاشياء. متشكرين لذوقك واهتمامك واتصالك بينا. نرجع لموضوعنا في السوشيال ميديا. الشيخ عادل ربنا يبارك في حضرته لخص الموضوع وقال لنا الموضوع بسيط جدا، حراسة وصيد وحلال. طيب نخليه بره العربية، نخليه بره المكان اللي بنصلي فيه، ممكن يكون جسمه مش نجس لكن لعابه نجس. الأمور إيه؟ بتنضبط، أحكام شرعية، أحكام تريح. لكن مش عبد السميع يطلع على الفيسبوك الكلاب حرام، يطلع عبد الحميد، يطلع سين أو صاد أو حسين. مش كده يا جماعة، الأمور ما بتتاخدش كده. لو هنفضل في الهرجلة دي عمرنا ما هنتقدم ولا عمرنا هنشوف تقدم. المهم أنا كنت بقول إن سيادة الرئيس طلع بيان رسمي بيأمر فيه بالاهتمام وعدم التنمر. عارفين يعني إيه عدم التنمر؟ يعني الإنسانية اللي احنا اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت. يعني إيه؟ يعني الأبيض ما يسخرش من اللي لونه أسمر الجميل ده، الطويل ما يسخرش من القصير، التخين والرفيع ما يبقاش في نوع من انواع التناحر، وفلانة اصل فلانة مش عارف كذا وفلان كذا، ونقعد ننظر لبعضينا باشياء ونتنمر على بعضينا ونسبب ازمات نفسية وتحدث امور ما يعني ولا ترضي ربنا ولا ترضي رسوله ولا ترضي المجتمع ولا ترضينا. لازم المجتمع ينضبط. فانا انا 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 بقول برضو مع سيادة الرئيس. الو الو معانا طيب فقدنا اتصال بالاستاذة سوسن. طيب كان في شكوى جايه لنا باين من البراجيل. استاذ محمد، كان في شكوى جايه لنا من البراجيل. طيب المهم، فالتنمر ده يا جماعه دي كلمه ممكن ما حدش يبقى فاهمها كتير من الناس، لكن عاوزين نقول يعني ايه تنمر؟ ان احنا نقلل من بعض، ان احنا ننظر لبعض نظره مش محترمه. الو، معانا اتصال. الو، استاذ عبده من الشرقيه. يا استاذ محمد اتصالاتنا عاوزين نظبطها شويه. طيب المهم، فيا جماعه مش عاوزين نقلل من بعض،
مش عايزين نبص لبعض باستقلال واستقلال. ليه نستقل ببعض؟ تعرف يعني من ضمن الحاجات الجميلة الواحد بيقرأها في السنة النبوية وتعجبك، يقول لك سيدنا النبي كانت السيدة حفصة زوجته يعني كانت قصيرة شوية، عادي ايه المشكلة يعني، ماشي. فالسيدة عائشة أم المؤمنين والسيدة حفصة برضه أم المؤمنين، فيعني ايه عارف غيرة الستات بقى يعني، واخد بالك. فيقول لك ايه السيدة عائشة بتقول لسيدنا النبي دي يعني دي قصيرة مثلا، سيدنا النبي يرد عليها يقول لها ايه؟ شوف بقى التنمر بيحارب من امتى؟ بيحارب من قبل قرون. سيدنا النبي ده سيد الإنسانية، سيد البشرية، وجد قبل أن يوجد أحد. سيدنا النبي وجد قبل هذه المخلوقات جميعا، قبل سيدنا آدم نفسه. فبيقول إيه سيدنا النبي؟ بيقول لها يا عائشة أنت قلت كلمة، شوف الكلام عشان نتعلم يعني إيه تنمر، نبعد عن كلمة إن إحنا نزدري بحد أو نقلل من حد أو نبص لحد باستقلال. فبيقول لها إيه؟ بيقول لها يا عائشة أنت قلت كلمة، لما قالت دي قصيرة، قصيرة بس كلمة قصيرة، راح إيه اللي حصل؟ طيب هناخد الأستاذ فتحي من البراجيل بس بعد ما كمل كلام سيدنا النبي ثواني. فإيه اللي حصل؟ قال لها يا عائشة أنت قلت كلمة لو مزجت بماء البحر اللي مزجته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا اتصال. ألو؟ أيوة يا فندم. الأستاذ فتحي معانا؟ أيوة يا فندم، السلام عليكم. حضرتك تواصلت معايا وبتقول لي في شكوى عند حضرتك. أيوة يا فندم، أنا اتهرت من الشكاوى والآخر رجعنا لربنا ثم ليك والله العظيم يا وائل بيه. ربنا يبارك لك. طب نسمع شكوى حضرتك؟ إحنا الوقت في حتة في قرية اسمها البراجيل. أيوة. وبنعاني يعني، في ناس بتموت وما بتعرفش توصل المستشفى من الطريق عند الدائري ده يا فندم، رايح جاي وما فيش حد، وعملوا كشك تبع مجلس المدينة عملوه، راحوا مقفلينه وبيقعدوا قدامه بعربية مجلس المدينة رايح جاي. ده فين بالظبط يا أستاذ فتحي؟ عند مصنع الرنجة تحت الدائري وفي الموقف في أول البراجيل. طيب يعني الطريق واقف أصلا، هم واقفين الطريق، الناس ماشيين عكسي؟ ماشيين عكس وعكس، في عربيه فيها نمر ولا في عربيه فيها رخص، وعربيات بتاعت ناس محترمه زي انت حضرتك عشان ساكن في المدن مش هتعرف الحته دي. لا يا فندم احنا نعرف مصر كلها. يعني بنستغيث بالله، اصل احنا مش هنتقع الرئيس حتى في الطريق. الرئيس ساعد معانا، كل مش هنفضل نقول يا رئيس الطريق الناس. لا ده موضوع وزاره الداخليه مرور وموضوع محافظه. يا باشا رحنا مجلس المدينه وقدمنا شكاوي، رحنا للمرور مفيش، وبتوع مجلس المدينه عاملين كشك وبيعملوا فيه شال ما بيعملوش فيه حاجه. طب هم دلوقتي سامعين صوتك يا استاذ فتحي؟ نعم يا فندم. هم سامعين صوت حضرتك دلوقتي في وزاره الداخليه وفي المحافظة؟ احنا بنستغيث بالله ثم بيكم وبوزير الداخلية وبمدير المرور وبرئيس مجلس المدينة، لو هم كده، لو هو أي حد يمشي من الطريق ده أقسم بالله هيكره ناس، احنا كرهنا بيوتنا من تحت الدائري ده. متشكرين يا أستاذ فتحي. في شكاوى عند حضرتك تاني؟ الحاج فتحي من البراجيل في الجيزة بيدينا شكوى مهمة جدا، وهو ده المجتمع، لازم نشتكي ونتحرك. هو ممكن يكون هو متضرر على نفسه، لكن تواصل معانا واتصل بينا عشان الناس تسمع صوته والمسؤولين يسمعوا صوته. بيقول لك تحت الدائري في المنطقة بتاعت البراجيل دي عربية الإسعاف مش عارفة تمشي تودي واحد مريض، والناس مش عارفة تقضي مصالحها لأن الناس ماشية عكسي. بقول لك في كشك هناك معمول لكن ملوش اي عازه، ملوش تواجد. طب احنا بنناشد سياده اللواء المحترم محافظ الجيزه اللواء احمد راشد، الرجل اللي انا بكرر دايما وبقول هذا الرجل بيعمل بكل جد وبيعمل بكل اجتهاد، وبنناشد السيد وزير الداخليه والسيد مدير اداره المرور لمنطقه البراجيل تحت الدائري، لازم نشوف حل للموضوع ده يا أسيادنا يا مسؤولين، وتحياتنا لأهلنا في كل مكان. ألو؟ ألو؟ أيوه. السلام عليكم. وعليكم السلام.
عليكم. ايوه مع حضرتك، اتفضلي. الو. الو. ايوه سامعين حضرتك، اتفضلي. الو. الو. طيب الواضح ان الاتصالات فيها مشكله، مفيش مشاكل. المهم فالنهارده الحاج فتحي بيشتكي. طيب معانا اتصال تاني اهو. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا بيه؟ ازي حضرتك؟ كنت عاوز بس اتكلم بخصوص التنمر بعد اذنك. اتفضل يا فندم، اتفضل. سياده الرئيس. ايوه سامعك. سياده الرئيس مشكورا، يعني بيقول لا للتنمر، وربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. ولا تنابزوا انفسكم بالالقاب. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. تمام. وفي موضوع ثاني برضه بيقول ولا يقتب بعضكم بعضا، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. تمام. وهو الاسلام الحنيف يعني حسينا على ان حتى يعني من ألف، خلي بالك التنمر منهي عنه في الاسلام وفي غير الاسلام. طبعا 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 يا سيد الفضل، يعني ده حاجه كويسه جدا جدا جدا، وده حاجه على فكره انا بلاحظها، يعني بشوف برضو ناس بتسخر من ناس وناس بتقل من ناس، وده غلط ما ينفعش. تمام، متشكرين جدا على اتصالك. التنمر اللي بيحدث، لسه بقول لك بيحدث في اواصر واواصل الاسره الواحده. الو. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. معك عبده من الشرقيه. اهلا باهل الشرقيه. الله يبارك لك يا استاذنا. اتفضل. والله انا عندي شكوى، ويا ريتك انت انا قاعد اول مره اتابع برنامجك. أول أنا اتشرف بيك، بس هتطول علينا ولا يعني؟ لا لا، أنا الوقت في قرية اسمها قرية العراقي تابعة لمركز أبو حماد محافظة الشرقية. تمام. القرية دي زي ما أنت فاهم حضرتك لقينا من بعض، هو عملوا المعهد الديني. تمام. والمعهد الديني دوت كله مية، كمية مية رهيبة رهيبة رهيبة. أنا سامعك. طبعا رحنا المجلس ورحنا ناس كتير لفينا حوالين الشكوى دي، ان احنا ان حد ينفعنا حد يقول لنا. طب ما تحدد لنا كده على الهوا المشكله عند مين واحنا نناشده. المشكله دي الناس تقول لك رحنا للمجلس، المجلس يقول لك مش تبعنا، رحنا للي يخص الراي قال لك مش تبعنا. طب مش تبع المحافظه؟ مش تبع المجلس المحلي بتاعكم؟ مش تبع المحافظه عندكم؟ مركز الحماد. يعني تبع المحافظ، محافظ البحيره ولا محافظ الشرقيه قصدي؟ محافظ الشرقيه. طيب. طيب احنا بنتواصل مع حضرتك، وان شاء الله تروحوا تقدموا شكوى بكره عند السيد المحافظ، واحنا هننشده دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى على الهوا اهو، وربنا يوفقنا ان شاء الله ويستجيب لكم ويريحكم، وتبقى الامور في نصابها اللي يريح كل مواطن مصري. متشكرين لاتصالك. نشد السيد المحافظ محافظ الشرقيه بالاهتمام بشكوى القريه اللي كانت مع الاستاذ اللي كان معانا من قريه في الشرقيه بيشتكي من وجود مياه في معهد ديني. الحاجات دي يا جماعه يعني لازم نبقى مهتمين بها. المحليات يا جماعه، محليات القرى، الناس دي محتاجه شويه اهتمام. كان معايا موضوع الحلقه اللي فاتت، موضوع دون كان بخصوص شركة مختار إبراهيم. شركة مختار إبراهيم دي يعني لا يخفى على أحد في مصر أنها شركة عملاقة زيها زي دي شركة قطاع عام، يعني عشان ما حدش يقول إحنا بنعمل إعلان ولا حاجة، دي شركة قطاع عام. كان عندهم مشكلة واتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت، ونشدنا سيادة الرئيس الأب، ونشدنا السيد رئيس مجلس الوزراء، ونشدنا السيد وزير الإسكان، وبنشدهم تاني. يا سيادة الرئيس، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير الإسكان، تحياتي ليكم. شركة مختار إبراهيم فيها 9000 عامل وموظف
عندهم مشكلة في مشروع ال 800 فدان ب 6 اكتوبر، وكان معانا واحد محترم من المقاولين المحترمين يدعى يوسف راتب، وتواصلنا مع السيد المستشار القانوني للشركة، وهم بلغوني قبل ما اخش هوا النهاردة ان المشكلة لسه ما اتحلتش، وان الجهاز 6 اكتوبر راح جاب ناس مقاولين خاص، مقاولين خصوصيين يشتغلوا في المشروع. طب احنا عندنا شركة مقاولات عامة، شركة عامة، شركة قطاع أعمال عام فيها 9000 موظف، نقطع عليهم في مشروع، ربما يكون في خطأ، ربما ما يكونش في أخطاء. طب احنا عاوزين نتعامل بطريقة تانية، دي بلدنا، دي دولتنا، نهتم بالقطاع العام بتاع دولتنا ولا نهتم بالقطاع الخاص؟ ها قولوا لي انتوا بقى. أنا بناشد السيد الرئيس، وبناشد السيد رئيس مجلس الوزراء، وبناشد السيد وزير الإسكان أن ينظر في موضوع شركة مختار إبراهيم في مشروع 800 فدان. تحياتي لكم، وأسأل الله أن يوفق بلدنا الحبيبة مصر لصالح الناس ولصالح مجتمعنا ولصالح ولادنا وشبابنا، نبني ونعمر. ألو، معايا اتصال. السلام عليكم. ألو، الأستاذ غريب من الغربية؟ أيوة ماشي. غريب ومن الغربية؟ إن شاء الله أستاذ. طيب ماشي مع حضرتك. ألو، احنا عندنا باشا المشكله في المحليات. محليات؟ اه، عندنا مدرسه في عزبه اسمها نشد الصغرى تبع كتامه بسون غربي. اه، المدرسه دي من 2002. طب علي صوتك شويه. المدرسه دي من 2002. تمام. الطريق مش مرصوف لحد المدرسه دي. الطريق مش مرصوف لحد المدرسه؟ اي. طب هل في طرق مرصوفه هناك بالفعل؟ في طرق مرصوفة في المكان عندكم؟ ايوه يا باشا، العزبة دي. اصل خلي بالك، رصف الطرق ده بتبقى ميزانية في المحافظة وميزانية في الأحياء، مش كده يعني، مش بيجي كده يصحى الصبح يقول لك نرصف الطريق ده، دي ميزانيات الدولة بتحطها. ماشي ماشي يا أستاذنا، ما أنا أقول لحضرتك حاجة. أه، المدرسة دي كل سنة في المطرة ما فيش طلبة تروح. أه، أنت قصدك تقول التربة نفسها طينية فبتعمل عجز، بتخلي الناس ما بتعرفش تروح المدرسة يعني. ايوه. اه، والمدرسه دي بتخدم حوالي 6000 حوالي منها. طيب ممكن حضرتك تقول لنا المكان بالظبط كده؟ احنا معاك على الهوا، وهتناشد مين؟ عزبه ناشد الصغرى. اسمها ايه؟ اسمها مدرسه عزبه ناشد الصغرى. تمام، فين بالظبط؟ كتامه بسون غربيه. تمام، تابعه لايه بقى؟ محافظه ايه؟ محافظه الغربيه. محافظ الغربيه، بالناشد السيد المحافظ، محافظ الغربيه، بأن هناك طريق في مدرسة. أيوة. في منطقة بسيون، عزبة ناشد تبع بسيون، تبع بسيون، لم تمهد. أيوة. وإحنا بنرجو حضرتك أن تسهم. أيوة. وأن تدرج هذا الطريق يا سيادة المحافظ، يا سيادة المحافظ الغربية، نستأذنك عشان ولادنا يروحوا لمدارسهم في طريق ممهد. متشكرين، اتصال حضرتك. ألو الو، معانا اتصال من بني سويف. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت، انا عندي كده، ويا ريت يعني عايز المسؤولين يخلوها لي. طب اتفضل. مشكله ايه، شخصيه يعني ولا عامه؟ مشكله شخصيه وفي نفس الوقت عامه. يعني ايه شخصيه وعامه؟ طب قول. دلوقتي انا في واحد خبط ابني بالموتوسيكل، لان ابني عنده 4. طب احنا عايزينك بص اقول لك على حاجه، يعني ايه المشاكل الشخصيه دي خليها في الواتس والماسنجر، وانا هتواصل معاكم. خلينا في الحاجات العامه اللي نقدر نخدم بيها الناس بسرعه عشان الوقت بتاع البرنامج. فقدنا الاتصال. طيب انا اسف، انا ما قطعتش اتصال وفقد الاتصال معاه. طيب عموما احنا بنقول زي ما سياده الرئيس قال، لا للتنمر. الدعوه دي، دعوه سياده الرئيس دي، دعوه من آلاف السنين، من قرون، مرت عصور ولا للتنمر، بس ما كانش اسمه التنمر، مرة يسموه الاستهزاء، وقد يسمى السخرية كما ورد في بعض الآيات القرآنية الكريمة، واخد بال حضرتك. احنا عاوزين ننضبط، عايزين نتظبط عشان ننضبط. دي يعني يقول لك انت عاوزين نتظبط، عايزين نبقى مؤدبين،
عايزين نبقى محترمين، محدش يقلل من حد. الإنسانية، أرجع وأقول الإنسانية، أرجع وأقول نحافظ على بعض. لما نحافظ على بعض مش هيبقى فيه جريمة، لما نحافظ على بعض مش هيبقى فيه خلل في المجتمع، لما نحافظ على بعض هيبقى فيه حب وتآلف. طب ده يبدأ منين؟ أرجع تاني، يبدأ من الأسرة، من الأب، من الأم. لو الولد أو البنت شاف الأب بيقلل من 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 أمه، من أمه، ده كده بداية تعليم للسخرية. اوعى تقلل من 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 مراتك أو من من أهل بيتك أو أو من من حد قريب منك قدام حد، اوعى ولا تعنف حد قدام حد. هتعلم بنتك علمها بهدوء وما تعلمهاش قدام ابنك. هتعلم ابنك علمه مش قدام بنتك. ليه؟ عشان ما يحدثش نفور. الو، معانا اتصال. الو، السلام عليكم. كفر الشيخ معانا. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. والله كنت عايز اكلم حضرتك بس بخصوص يعني موضوع المدرسين. موضوع الايه؟ المدرسين. مالهم المدرسين؟ لا عدنا بس عن الموضوع. لا بقول لحضرتك انا خريج ازهر لسانس لغه عربيه جامعه الازهر من 2010. تمام. من 2010 بس التقدير مقبول. تمام. مش جيد ولا ممتاز، مقبول. تمام. من 2010 ل 2020 اهو يعني داخلين على 2020 الاسبوع الجاي ان شاء الله، ما فيش اي وظيفه. كل ما اروح اي مكان بخصوص تربيه وتعليم او بخصوص الازهر او بخصوص المعاهد الازهريه يقول لك اما يكون تقدير او واسطه في نفس النص، يا تقدير يا واسطه. طب ليه ما ليه ما ساعدش؟ انا اسف بالكلمه يعني لو بقى تتحذف المونتاج او ليه ما احنا ما عندناش مونتاج للاسف، احنا عندنا هوا. طب عموما هو الواسطه معروفه ان في الواسطه دي موجوده، لكن احنا عندنا السيد الرئيس حاربها وبيحاربها والوزارات دلوقتي بتحاربها والمسؤولين بيحاربوها. خلي بالك يعني وصل الحال ان سياده الرئيس راح بنفسه حضر الامتحانات بتاعه الكليات العسكريه. والله انا عن نفسي رحت امتحان تبع الازهر معايا ولا مع حضرتك؟ اتفضل. انا عن نفسي رحت مسابقه، الكلام ده كان في 2014 في 2015، امتحني في القران الكريم، انا ازهري خريج ازهر، امتحني 16 سؤال في القران الكريم وجاوبت على 16 سؤال وجاوبت عليهم. وفي طيب النهايه خالص طيب الشيخ بيقول لي مع حضرتك واسطه يا شيخ، قلت له لا والله، قال لي خلاص. يعني ينفع نقول على شيوخنا كده؟ ينفع نقول على شيوخنا كده؟ طيب تواصل معايا وان شاء الله ربنا يسهل الامور ونحاول يعني باذن الله نوفر لك وظيفه باذن الله قدر المستطاع. يعني وقتنا مر بسرعه وسمعناكم وتواصلنا معاكم، كلمنا عن موضوع الحيتان وقلنا لازم يكون في بيانات رسميه، بيانات رسميه من الدولة في كل حاجة، خلاص؟ طيب، واتكلمنا عن الكلاب وقننا الموضوع الحمد لله رب العالمين، وقلنا شرعاً إيه وقانوناً إيه، واتكلمنا بفضل الله عن موضوع السايس والحمد لله، يعني في مشروع بفضل الله ربنا يوفقنا، أدينا بنجتهد معاكم في برنامج ضد الفوضى، وإحنا فعلاً بنسعى والله أن نكون ضد الفوضى، أي حاجة فيها فوضى إحنا ضدها. كنت معاكم وتشرفت بيكم يا مصريين يا محترمين يا شرفاء، ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ ولادنا ونكون معاكم إن شاء الله في الخير وكل حاجة تسعد المصريين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.